السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم سأقدم لكم وصفة أخرى وهي موجهة للسيدات، خصوصا للواتي يعانون من البقع في الوجه أو في مناطق أخرى، ولتلك التصبغات التي يصعب إزالتها بسبب الشمس أو بسبب استعمال بعض الكريمات التي تؤدي إلى تهيج البشرة وبالتالي تؤدي إلى ظهور البقع. إذن الوصفة سهلة جدا وتحتوي على مكونات رائعة وهي نافعة جدا للبشرة لإزالة البقع الداكنة، البقع البنية والتصبغات الجلدية. إذن لعمل الوصفة نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الطين الأخضر. سبق وتحدثت في فيديوهات سابقة عن الطين الأخضر وعن مزاياه للبشرة، فهو رائع جدا، يقوم بتصفية البشرة من جميع الشوائب وينظفها ويعطيها يعني بريق ولمعان رائع جدا، يزيل الخلايا الميتة بامتياز. ثم لدي الحليب، نعرف أن الحليب غني جدا بحمض اللاكتيك الذي يعمل على تبييض البشرة، كما أن الدهون التي يحتوي عليها ترطب البشرة. ولدي خل التفاح الطبيعي المصنوع يدويا والذي سبق ووضعت فيديو عن كيفية صنعه في المنزل، هو أيضا رائع جدا للبشرة. إذن لنمر إلى طريقة التحضير. إذن كما قلت سنحتاج إلى ملعقة صغيرة، يمكنكم مضاعفة الكمية يعني حسب البقع التي توجد على وجهكم، لكن أعتقد أن الكمية كافية. إذن ملعقة صغيرة من الطين الأخضر، سأضيف إليها مقدار نصف ملعقة من خل التفاح، سأضيف القليل فقط، ثم سأضيف أيضا نصف ملعقة من الحليب، من الحليب الذي نستعمله في حياتنا اليومية، ثم سأقوم بخلط هذا القناع. هو قناع رائع جدا يعطي نتائج رائعة. إذن مع المداومة على هذا القناع ستتخلصون من البقع بشكل رائع، يعني بشكل طبيعي ولا يؤذي البشرة. المهم هو يعني طريقة الخلطة والمواد المستعملة فيها، لأن بعض الماسكات التي يعني يضعونها على اليوتيوب أو التي تضعها بعض يعني الأخوات هي ماسكات يعني وخلطات قد تكون في بعض الأحيان مؤذية للبشرة. إذن هذا هو الماسك الذي حصلت عليه. إذن هذا الماسك سنقوم بتطبيقه 3 مرات في الأسبوع يعني، ويترك على الوجه، طبعا يعمل على وجه نظيف ويترك لمدة 30 دقيقة، ومن بعد ذلك يشطف. وطبعا يجب ترطيب البشرة دائما يعني حتى نحافظ عليها نضرة ومشرقة. وسنستعمل هذا الماسك لمدة 3 أشهر. كما قلت الماسكات الطبيعية تتطلب الوقت، يعني لا يمكن إزالة بقعة بين عشية وضحاها هكذا، يجب المداومة والصبر أيضا حتى تزول البقع. إذن هذا هو الماسك الذي حصلنا عليه، ماسك رائع ونافع جدا للبشرة. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. اضغطوا على زر أعجبني واشتركوا على القناة وانشروا الفيديو بينكم لتعم الفائدة. وطبعا إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا على الفيسبوك مفتاح الحياة. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.